استاذ حسين عبد الراضي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات معانا دلوقتي على التليفون. استاذ حسين تحياتي لحضرتك. انا المتابعين الكرام اهلا وسهلا. لو بنتكلم على المحاولات الفاشله المتكرره اللي لا يكل ولا يمل يعني بشكل كبير جدا، لو احنا بنتكلم ان هم بيراهنوا دايما على الفوضى ونشر الاكاذيب والفبركه والاشاعات وما الى ذلك، بنتكلم ان ده ليه علامة استفهام كبيرة، لو نقدر ان احنا نجاوب عليها مع حضرتك اكون شاكرة جدا ليك. يا فندم يعني في البداية بس تعليقا على الفيديو اللي كان موجود شوية للمقاول الهير محمد علي، هو يعني تعليقه دوت يدل على ان الاستجابة اللي هو منتظرها اللي هينزل يستجيب للدعوات اللي هو بيطلقها هو حد موصوف بالاوصاف اللي هو كان بيرددها من شوية، واحنا في حل من ان احنا نذكرها. بالنسبة بقى للرهان بتاع تنظيم الاخوان المسلمين والمرتزقة اللي بيخرجوا علينا في الإعلام الناطق باللغة العربية، هنلاقي إن الرهان على الفوضى مش البناء هو دوت الاستراتيجية الأساسية اللي هم بيرهنوا عليها وبيشتغلوا عليها وبيحاولوا ينفذوها. ده لمجموعة من الأسباب. أول حاجة إن تنظيم الإخوان الإرهابي والمرتزقة اللي موجودين فيه والدول الراعية للإرهاب عندهم محدودية في القدرات. هم مش قادرين إن هم يقدموا أي برامج عمل وطني. حتى كل اللي بيقدموه هو كروت محروقة زي المقاول الهارب وزي إبراهيم منير والقيادات العواجيز اللي موجودين في تنظيم الإخوان المسلمين، واللي لما وصلوا لمدة سنة في السلطة في مصر وفي دول كتير ما قدروش إن هم ينجحوا ولا يقدموا أي شيء لتلك البلدان وسقطوا بفعل قصورهم ومحدودية قدراتهم. كمان المواطن المصري متيقن إن المحاولات اللي بيمارسها تنظيم الإخوان المسلمين والمقاول الهارب محمد علي وغيره من الأبواق، كل دي محاولات ان هم يتسللوا من جديد الى المشهد السياسي المصري، ده اللي مش هيسمح بيه المواطن. طب ليه بتفشل دعوات التنظيم الارهابي دايما؟ احنا بنتكلم يعني تكاثرت الاقاويل في الحته دي، بنتكلم 12 دعوه فاشله ولا 18 دعوه فاشله من 2013، المهم الفشل المتكرر ليه بتفشل؟ ده سؤال برضو محتاجين ان احنا نجاوب عليه بشكل كده علمي وبشكل منطقي للساده المشاهدين. بشكل علمي ومنطقي الفشل اللي بيواجهه تنظيم الاخوان المسلمين في دعواته اللي بيطلقها والدول الراعيه له، ده ليه اساس جوهري على جانبين. الجانب الاول متعلق بطبيعه التنظيم والدول الراعيه للارهاب. هنلاقي ان تنظيم الاخوان الارهابي ملوش اي ارضيه في الداخل المصري، وبالتالي مين هيطلع يأيده وهو ملوش ارضيه؟ الحاجه الثانيه الصراع الموجود داخل اجنحه التنظيم. كل الاجنحه اللي موجوده سواء في تركيا او اللي موجوده في لندن واللي بتمول من تركيا او مدعومه من قطر كلها بتتصارع على قضيه التمويل المتدفق من الدول الراعيه للارهاب، فهم بيتصارعوا مع بعض على الفلوس ومش فاضيين ان هم يقدموا حاجه ولا دعوات جاده. الحاجه الاخرى كمان ان التنظيم في حاله افلاس، فبالتالي مش قادر يقدم اي اوراق لعب جديده ينافس بيها او يصارع بيها الدوله المصريه. هنلاقيه بيصدر كروت محروقه جرى اختبارها في فترات قبل كده ما حققتش اي جدوى، زي محمد علي وزي ابراهيم منير وايمن نور واخرين من لا واعاده تدويره مره ثانيه. يعني هو المفترض هذا الكائن كان اعتذر عن العمل السياسي في شهر يناير 2020 وبعد كده رجعوا تاني عملوا إعادة تدوير ليه، يعني ده ليه برضو علامة استفهام؟ هي الفكرة إن يعني زي ما كان أستاذ محمد راضي مع حضرتك من قليل بيشير إن محمد علي أصلا ما دخلش مجال السينما عشان يقال عليه فنان، هو حاجة غير كده، وما دخلش كمان المجال السياسي عشان يعتزل، هو ملوش اي تاثير، هي محاوله لتصدير واعاده تدوير محمد علي من جديد عشان ينفوا عنه صفه ان هو مقاول هارب، دي حاجه، وان هو فاشل دي حاجه ثانيه، والحاجه الثالثه ان يقولوا ان لا ده مؤثر وبيرجع وبيأثر في الشارع المصري، ودي حاجه اصلا كلنا والشعب المصري كله بيعي صدقها. كمان ان تنظيم الاخوان المسلمين بيتصدروا التيار القطبي او المتبني لافكار سيد قطب المبنيه على العنف والارهاب والفوضى، وبالتالي قياده التنظيم فاشله، لأن أي تحركات بتتحركها في الفترة السابقة وحتى في الفترات اللاحقة هيبقى محكوم عليها بالفشل من قبل ما تبدأ. كمان بقى على الجانب الآخر زي ما قلنا إن الجماعة فيها أسباب بتخليها فاشلة في كل الخطوات اللي بتاخدها، الدولة المصرية كمان عندها نقاط إيجابية كثيرة جدا بتمكنها إنها تواجه هذه الدعوات، وإن الدعوات دي بتكون فاشلة قبل صدورها حتى. زي إيه؟ زي الإنجازات اللي موجودة على الأرض واللي بتتصل مباشرة بالمواطن المصري. وان ما بقاش فيه يعني دعوات جديده زي مشروع النهضه وطائر النهضه الخفي اللي ما كناش بنشوفه. بقى فيه حجر اساس بيوضع للمشروع لما المشروع بيفتتح في وقت قياسي وبدقه تنفيذ عاليه.
كمان بقى في استجابه للراي العام، وبقى في حرص على تطويع البرامج بتاعه الحكومه عشان تتناسب مع مطالبات ورغبات وامال المواطنين. كمان بقى في وعي للشعب، بقى مدرك بالمخططات اللي بتحدد ضده. الدوله المصريه اكبر من انها تدار من الخارج. صحيح. المواطن المصري ادرك ان هو اكبر من انه يستجيب لدعوات مقاول هارب. كمان الجهود الامنيه اللي نجحت في احباط كل التحركات وكمان اختراق شبكات التنظيم الارهابيه سواء تمويل او عنف او شائعات، كل ديت نجحت ان هي تقوض وتحبط كل الجهود اللي كان بيسعى تنظيم الاخوان المسلمين لتصديرها في الفترات الاخيره، وده اللي بيحكم على خطوات التنظيم ودعواته. وللاسف برضه ما بيتعلموش من فشلهم، وده ان دل على شيء يدل برضه على الغباء السياسي. استاذ حسين عبد الراضي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، انا شاكره جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل.